محمد عبد الباسط شفيق من معهد الاهرامات العالي للهندسه والتكنولوجيا، مسؤول عن جاي مندوب عن وزاره التعليم العالي. انا مشارك بروبوت اسمه ار او في. تمام، الروبوت ده بينزل بيعمل مهام معينه تحت الميه في تصليح وصيانه خطوط انابيب البترول تحت الميه، لان الغواص ما ينفعش ينزل في بيئه ملوثه كده، هيحصل له دروب جامد او ممكن يموت او ممكن يحصل له حاجه. تمام، الار او في اللي انا مشارك بيه مزود بثلاث كاميرات ومزود بارم دراع الي بيقدر يمسك الحاجه، يتش الحاجه من مكان لمكان ويقدر ينقلها. وفي شوكه بتقدر مثلا تغير مسار اتجاه البترول، دفع البترول من اتجاه لاتجاه.